أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع بشير حامد، مقدم سوداني الجنسية، مقيم بالمنطقة الغربية. بعث في رسالته عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تصلي الزوجة خلف زوجها أو بجانبه إذا لم يكن هنالك أحد يصلي معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا صلى الرجل في البيت لعذر شرعي يجيز له الصلاة في البيت، أو صلاة نافلة، العذر في صلاة الفريضة، لا يصلي في البيت إلا من عذر، لأن الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان له عذر يمنعه من الصلاة في المسجد فإنه يصلي في البيت، أو كان يريد أن يصلي نافلة، النافلة في البيت أفضل، فللمرأة أن تصلي خلفه، لا تقوم إلى جنبه، وإنما تكون خلفه، لأن هذا موقف النساء خلف الرجال، كما قامت أم سليم رضي الله عنها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أنس واليتيم الذي معهم، قام أنس واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت أم سليم خلفهم، دل على أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. هل يعود هذا بفضل الشيخ على المصلين؟ يكون في أجر المتابعة، يكون في أجر المتابعة، أما الجماعة فلا تنعقد إلا برجلين فأكثر. نعم.